عاجل، وزير الدفاع المصري يحذر إثيوبيا والتحدث عن مجابهة مخططات لزعزعة الاستقرار. وعاجل تطور العلاقات بين الجيش المصري والإماراتي، ننشر التفاصيل. وأمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا. وعاجل حقيقة صورة اصطفاف الكواكب فوق أهرامات مصر. وتونس تدخل من جديد على أزمة سد النهضة وتدعم مصر في بيان عاجل. ومفاجأة، تطورات خطيرة في قضية تصوير سيدات داخل حمام مطعم شهير. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لألف أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل، وزير الدفاع المصري يحذر إثيوبيا والتحدث عن مجابهة مخططات لزعزعة الاستقرار. قال وزير الدفاع المصري محمد زكي إن القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة. وقال وزير الدفاع المصري سعينا لامتلاك مقومات القوة، ليس سعيا إلا للحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يجوب بالصراعات، وإن من يمتلك فيه مفاتيح القدرة يستطيع صنع السلام. وأضاف وزير الدفاع المصري خلال كلمة له في معرض إيدكس 2021 نتطلع معكم لمستقبل تجتمع فيه كل الثوابت التي تزيدنا إصرارا على التقدم لتقديم كل عمل من شأنه أن يمكننا من الالتزام بالدفاع عن مقدرات شعوبنا. وأكد أن الشعب المصري وأبناء من الجيش هم أعظم من تحدوا المخاطر مهما تعاظمت، معتصما بقوته ووحدته وساعيا لامتلاك أرقى ما في العلم من نظم تسليح بأيدينا أو بالتعاون الدولي. وسوف يظل هذا الجيش حارسا وحاميا لهذا الوطن، محافظا على أمن واستقراره في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام. وليس أمامنا من سبيل إلا بالأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلي بالمبادئ السامية التي تحفظ للأمم والشعوب وحدتها وقدراتها للحفاظ جميعا على حاضرنا ومستقبلنا. وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة نحو 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة، وبحضور أمن رفيع المستوى و70 وفدا دوليا كممثلين رسميين لبلادهم للمشاركة في الحدث الرفيع المستوى. المصدر معنا كان من صحيفة الوطن. طبعا كلمات وزير الدفاع المصري تتوزن بالذهب، لأن يعني كل كلمة ليها معنى قوي جدا. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أن وزير الدفاع المصري قال إن في يعني صراعات في المنطقة، فيجب إن احنا يكون معنا مفاتيح القوة لإرساء السلام. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، وهذا كان يعني بيانا مهما من وزير الدفاع المصري بمناسبة إيدكس 2021. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، التطورات العلاقة بين الجيش المصري والإماراتي. وبحث وزير الدفاع المصري محمد زكي مع وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين. وناقش الجانبان على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021 المقام في مصر حاليا، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين على عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين. مصدر معنا كان من بعض الوكالات. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستجابة الفورية لاستغاثة أسرة مقيمة بمركز الدرنجات بمحافظة البحيرة، وأمر بعلاج طفلين من أبنائها. وبعد مناشدة العائلة، السلطات والرئاسة المصرية لمعالجة ولديها محمد 10 سنوات وصابر 8 سنوات المصابين بضمور في الخلايا الشبكية والحركية
وبفقد الرؤية والحركة. تلقي والد المصابين مكالمة هاتفية من المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أبلغه فيها باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح الأب قائلا: لقيت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بيكلمني بيقول لي أنا معايا تعليمات نقل حضرتك لمستشفى الدمرداش ونشوف طلباتكم. وبعد مرور نصف ساعة على المكالمة توجهت سيارة إسعاف لنقل الأسرة كاملة لمستشفى الدمرداش لأخذ عينات للتأكد من عدم إصابتهم بمرض وراثي. كما درست وزارة التضامن الاجتماعي حالة الأسرة، وتم صرف معاش كرامة للأسرة بالإضافة إلى صرف مبلغ 3500 جنيه للمساهمة في تكاليف علاج الأطفال. ومن جانبها صرفت محافظة البحيرة مساعدة مالية قدرها 250 ألف جنيه لعلاج الطفلين. هذا وأعرب الأب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: أولا وأخيرا وفي كل وقت أحب أشكر الرئيس الإنسان الأب سند الغلابة اللي فرحنا كلنا. وأضاف: بتمنى مقابلة الرئيس أنا وزوجتي، هي أمنية حياتنا الوحيدة عشان نشكره. وبحسب صحيفة الوطن فقد عانت أسرة الطفلين 9 سنوات في علاج طفلهم الأول محمد منذ عمر 1 سنة بعد إصابة الطفل بخلل في الكلى وإصابته أيضا بمرض السكري. وعند بلوغه 5 من عمره أصيب الطفل بضمور في الخلايا الشبكية والحركية وبفقدان الرؤية والحركة. وبعد 2 فقط أصيب الطفل الثاني صابر بنفس الأمراض. واستمرت الأسرة في البحث عن علاج لطفليها، ولكن لم تتوافر الظروف المادية للأسرة في تحمل مصاريف العلاج، إذ أن الأب صاحب 36 سنة عامل زراعي وزوجته ربة منزل. المصدر معنا كان من صحيفة الوطن. تحية طيبة للرئيس السيسي على هذه المواقف الإنسانية النابعة حقيقي من رئيس إنسان. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل حقيقة صورة اصطفاف الكواكب فوق أهرامات مصر. نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر اصطفاف 3 كواكب من المجموعة الشمسية فوق أهرامات الجيزة خوفو وخفرع ومنقرع بخط مستقيم. وقال نشطاء أن الكواكب المصطفى هي عطارد والزهرة وزحل، زاعمين أن الظاهرة تحدث مرة كل 2373 سنة. وبحسب خدمة تقصي الحقائق من وكالة فرانس بريس فإن هذه الصورة مصممة إلكترونيا وليست حقيقية، وبعض العناصر الظاهرة فيها مستحيلة من الناحية العلمية بحسب علماء الفلك. وأظهرت الصورة الأصلية التي نشرتها مواقع معنية بالسياحة في عام 2008 خلوها من الكواكب الثلاثة. ومن الناحية العلمية يمكن مشاهدة اصطفاف هذه الكواكب الثلاثة في السماء مرة في السنة الواحدة وليس كل 2373 سنة، لكن بعض العناصر الظاهرة في الصورة ليست منطقية بحسب علماء فضاء استطلعت آرائهم وكالة فرانس بريس. وقال الأستاذ في الفيزياء الفلكية خوان أنطونيو أفيليس: الكواكب الثلاثة مصطفى في الصورة على نحو لا يمكن أن يرى في سماء الجيزة لدى النظر إلى اتجاه الشمال، وهو الاتجاه الذي التقطت صورة الأهرامات الثلاثة نحوه. وأشار خوان أنطونيو أفيليس إلى عناصر أخرى تطعن في صحة هذه الصورة، منها تساوي الوميض بين ما يفترض أنه عطارد وما يفترض أنه زحل، علما أن هذا التساوي في وميض الكوكبين مستحيل. وانتهى بالقول أن هذه الصورة غير منطقية. المصدر معنا كان من صحيفة فرانس بريس. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتونس تدخل من جديد على أزمة سد النهضة. وأعلن وزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي أن تونس تبذل جهودها للتوصل إلى اتفاق مرض بين مصر والسودان وإثيوبيا حول تقاسم مياه نهر النيل بشكل لا يمس بمصلحة أي طرف. وقال الجراندي خلال لقائه نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين على هامش مشاركته في المنتدى الثامن للتعاون الصيني الإفريقي في داكار إن تونس كونها العضو الإفريقي غير الدائم في مجلس الأمن تبذل كل ما في وسعها لأن تتوصل كل من مصر والسودان وإثيوبيا إلى حل توافقي ومرضي بين الأطراف الثلاث حول تقاسم مياه النيل بشكل لا يمس بمصلحة أي طرف، ويجعل من النيل شريان حياة لجميع شعوب هذه الدول وليس سببا للتوتر والنزاعات التي قد تكون لها انعكاسات من الممكن تفاديها في هذه الظروف الدولية الصعبة.
التي تستدعي من الجميع التآزر والتكاتف بما يمكن دول القارة من مجابهة التحديات الكبرى الماثلة أمامها. وأضاف أن الحكمة في معالجة القضايا وإدارة الخلافات تفرض البحث عن أفضل السبل للتوافق حتى يسود الاستقرار بين شعوب نهر النيل، بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. المصدر معانا كان من شمس اف ام. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخير ومفاجأة، تطورات خطيرة في قضية تصوير سيدات داخل حمام مطعم شهير. تباشر جهات التحقيق بمدينة نصر في مصر التحقيق مع عامل نظافة متهم بتصوير السيدات داخل حمام مطعم شهير. اعترف المتهم بارتكاب واقعة التصوير وقال بأنه زرع الهاتف في هواية الشفاط بسقف حمامات السيدات لتصويرهن، مبررا ذلك بقوله بتفرج بس ما ساومتش حد. وعثر بهاتف المتهم على 4 فيديوهات تظهر خلالها سيدات ممن دخلن حمام المطعم. كان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقى بلاغا من سيدة يفيد أنها في أثناء وجودها بأحد المطاعم الشهيرة للوجبات الجاهزة بشارع مكرم عبيد فوجئت بوجود كاميرا مراقبة بحمام السيدات. على الفور استغاثت بذويها والموجودين بالمطاعم، وسرعان ما انتقل قوى أمنية لمحل الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الضحية والشهود. وكانت البداية عندما نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لمطعم شهير بمنطقة مكرم عبيد بمدينة نصر القاهرة يوضح وجود كاميرات داخل حمامات السيدات بالمطاعم. وظهر بالفيديو أنه خلال وجود إحدى السيدات في حمام المطعم وتدعى منة هشام اكتشفت وجود كاميرا داخل الحمام. على الفور تم إبلاغ المدير المسؤول عن المحل، وبتفتيش الكاميرا وجدوها مرتبطة بهاتف محمول وعليها عدد كبير من الصور للسيدات خلال استخدامهن دورة المياه. وعلى الفور تم إبلاغ النجدة وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 26757 لسنة 2021 جنح أول مدينة نصر. مصدر معانا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معنا، وأول تعليق من أرملة الطيار المفصول بعد تغريب محمد رمضان 6 ملايين جنيه. قالت غادة المستكاوي أرملة الطيار أشرف أبو اليسر إنها تتواصل حاليا مع المحامي الخاص بها لتنفيذ حكم محكمة النقد بشأن تغريم الفنان محمد رمضان 6 ملايين جنيه. أيدت المحكمة النقد برئاسة المستشار عمر شوضة الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان 6 ملايين جنيه لصالح أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر في قضية أزمة كابينة الطائرة. وأضافت أرملة الطيار في تصريح لمصراوي لن نتصالح أو ندخل في أي مفاوضات مع محمد رمضان، مفيش جديد لحد دلوقتي، بس المحامين بيشوفوا إزاي ينفذ الحكم. وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر مبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، ورفضت الدعوى الفرعية. المصدر معانا كان من مصراوي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.